الخاص للأمم المتحدة بإفريقيا المركزية. وعمدة بلدية أنجمينا تقوم بزيارة إلى سوق حبينا الذي شب في حريق صباح أمس. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية الشادية من أنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بإفريقيا المركزية بغرض التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية مواضيع الساعة في تشاد وحول إفريقيا المركزية. تقرير رشاد حسن طه. تجيء المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالسيد فرانسوا لوسوني فال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأفريقيا المركزية الذي جاء إلى البلاد بغرض التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن أهم مواضيع الساعة في تشاد وإقليم أفريقيا المركزية، خاصة المنتدى الوطني الشامل الذي عقد الشهر الماضي وسبل تطبيق مخرجاته التي تخدم مصلحة البلاد ومستقبل شبابها. انتهزنا الفرصة للحديث مع فخامة رئيس الجمهورية حول المنتدى الوطني الشامل الذي رحب به جميع التشادين، والذي أكد لنا رئيس الجمهورية ضمان تطبيق كل مخرجاته وسعيه لوضع إطار دائم للحوار الوطني، ونحن نحيي هذا الجهد. كما بحثنا مع رئيس الجمهورية عن الحوار الاقتصادية الاجتماعية بالبلاد. المقابلة التي حضرها وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني، قال فيها فرانسوا: نقلت تحيات الأمين العام للأمم المتحدة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحكومته على دورهم الفعال وسعيهم من أجل استتباب الأمن والاستقرار بالإقليم. كما عاب فال عدم مشاركة المعارضة في المنتدى الوطني رغم دعوتهم لها بالمشاركة فيه، واصفا إياه بالاستثنائي. كما تعرفون بأن الأمم المتحدة تسعى دائما لمساندة الأحزاب السياسية وتدعوهم إلى المشاركة في المنتدى الوطني الشامل، لكن للأسف فإن المعارضة تمسكت بموقفها وعدم المشاركة في المنتدى، والآن انتهى المنتدى وخرج بالنتائج والقرارات اتخذت، ونحن نأمل بذلك. كما نحيي ونشجع جهود الحكومة التشادية وندعوها دائما لمواصلة المفاوضات والحوار لضم الجميع في طاولة واحدة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أكد لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحكومة التشادية يقظة في التصدي لخطر جماعة بوكو حرام. وعن مخرجات المنتدى الوطني الشامل أكد فخامة رئيس الجمهورية بأنه لا سبيل للتراجع وأن تطبيق مخرجاته مسألة وقت فقط. كما تناول الطرفان الأحوال بإقليم إفريقيا المركزية والأزمة بجمهورية أفريقيا الوسطى. اختتم عصر اليوم بقصر الديمقراطية رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي أعمال اليوم الإخباري لصالح النواب حول مراجعة مشروع القانون الدستوري الجديد للبلاد. تقرير محمود حسن سمو. إن الأيام الإخبارية والتوعوية التي نظمت لصالح النواب للجمعية الوطنية حول مراجعة مشروع القانون الدستوري للجمهورية الرابعة، والتي قدمت خلالها العديد من المحاضرات حول مختلف المواد التي يحتويها هذا الدستور الجديد، سيما التي انبثقت عن المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية، فقد كانت هذه المحاضرات جد مثمرة، حيث ناقش المشاركون خلالها مختلف المواد الرئيسية الحديثة التي تطرق إليها هذا الدستور الجديد، منها النصوص الأساسية المتعلقة بالعلاقات ما بين مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية وكذا القضائية. أيضا ناقش المشاركون مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تقوية فوائد النظام الرئاسي المتكامل التي أشار إليها مشروع القانون الدستوري الجديد. في خطاب الاختامي، رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي لفعاليات هذه الأيام الإخبارية والتوعوية لصالح نواب الجمعية الوطنية، فقد أشاد فيها بالأجواء التي سادت طوال هذه المناقشات والتي كانت بحضور
حضور أعضاء لجنة المتابعة لتوصيات المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية، الذين قدموا معلومات جد مفيدة لصالح المشاركين حول هذا الدستور الجديد الذي يحتوي على 228 مادة لها أهمية بالغة في بناء دولة ديمقراطية حديثة يطمح إليها كل مواطن تشادي. قدم عصر اليوم 4 سفراء نسخ من أوراق اعتمادهم لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي شريف محمد زين، والسفراء هم سفير المملكة الأردنية الهاشمية محمد الخزاعلي مقيم بالخرطوم، وسفير إيطاليا مقيم بجمهورية الكاميرون، وسفير جمهورية بوروندي مقيم بأديس أبابا، وسفير المملكة السويد مقيم بكامبالا. وقد تبحث الجميع مع وزير الشؤون الخارجية المسائل التي تتعلق بتوطيد العلاقات بين هذه الدول وتشاد، وخاصة في مجال التعاون الزراعي وتطوير التبادل التجاري والصناعي والتعليمي والصحي، وأيضا مسألة محاربة الإرهاب بجميع أشكالها. قامت ظهر اليوم عمدة بلدية إنجمينة برفقة مستشاريها بزيارة تفقدية لسوق حبينا الذي شب في حريق يوم أمس ولم تعرف أسبابه حتى الآن. تقرير آدم حنفي فضل. تأتي هذه الزيارة التي قامت بها عمدة بلدية مدينة إنجمينة مريم جمعة عبيده والوفد المرافق لها إلى مقر سوق أبيناء الذي أشعلت فيه النار، وهو السوق الذي يعتمد عليه سكان الدائرة السابعة بالدرجة الأولى. الحريق سبب خسائر كبرى، تم فيه حرق أكثر من 200 دكان. وإن كان سبب الحريق هو عدم جودة إيصال الأسلاك الكهربائية، فعدم وجود مساحات لطرق المارة فهو السبب الأكبر. أنا في ميري سنترال كل أمس أورونا قالوا لنا قام نار ده، رسلنا سابير بومبيي جو ليقتلوا النار، لكن قبل ما يقتلوا النار ده خسارات كتير بجد. أنا نقول عليهم تقريبا قريب 200 مغازا ده كلك شالوا نار، شيء هقو مرقو ما فيه. والكوميرسان سجايسو سيتياسيون هنام ويطلعوا لنا دوليان سنام في ميري انا ستيام، وميري انا ستيام يرفع علينا في الميري سنترال. ونقول للاخوان التجار ذات كلها يوم اخر كان السوق انبنى النار ده كان تدوروا تربطوا نار ده تسووا كونترا هناك مع الاس ان يعني الاس ان عندي انجينير انا النيران ده، هو يجي يقدر يربط لكم، هو يخط لكم الكونتر، هو يوروكو السلك بينو التبؤو. من جانبه مسؤول السوق هذا شكر عمدة بلدية مدينة إنجمينة على تقديرها في هذا الشأن المأساوي، وتبقى الإشارة بأن عمدة بلدية إنجمينة أوعدت بإعادة بناء هذا السوق بعد دراسة فنية تامة تشمل كل من هندسة البناء وكيفية إيصال الكهرباء بطريقة أفضل. أطلقت صباح اليوم نائبة الأمين العام لوزارة البيئة والمياه أعمال الورشة الوطنية حول التغيرات المناخية بمشاركة خبراء في المجال البيئي. تقرير محمود مسلفيل. تجيء هذه الورشة الوطنية لتعزيز الكفاءات حول المستويات المرجعية الموحدة لآلية التنمية النقية، وذلك بهدف تجريب الأدوات المبسطة لأجل نظام الإخطار والتحقق في التغير المناخي. واسال اليوم ده يعني هم الناس اللي هسه جو من هنا بنك ويست افريكان ديفلوبمان مع السكرتاريه هنا الكونفنسيون ده، يعني بروحوا في الدول كلها بوصفهم خل امر التاريخ زي ده يكون لكم تلقوا معلومات وتلقوا اي شيء فوق. ممثل المركز الاقليمي للتعاون بلومي السيد مبارك مكيلا قال ان مشكله التغير المناخي وعوامله الطبيعيه للاضطرابات والاحداث الماساويه المنتشره على نطاق واسع تتطلب تضافر الجهود والمزيد من الاهتمام لاجل دراستها، مشيرا الى ان هذه الورشه تسهم بلا شك في تعزيز المحيط المناخي بالدعم التقني للبلدان الافريقيه. الامينه العامه النائبه لوزاره البيئه والمياه والصيد سعدي عثمان دابا خلال كلمتها الافتتاحيه لهذه الورشه اكدت في حديثها بان اعمال الورشه ترمي الى مساعده البلاد في اعداد وتقديم مستويات مرجعيه موحده في المجالات ذات الاولويه للتنميه المستدامه، وكذا تحسين الاجراءات المتعلقه بالتغير المناخي في جمع البيانات ومعالجتها وفق منظومه المعلومات المتبعه حول دراسه الاحوال المناخيه. واختتمت حديثها بالشكر الجزيل إلى شركاء التنمية في البلاد بهدف تحقيق الأهداف المرجوة. تبقى الإشارة إلى أن الورشة نظمت من قبل وزارة البيئة والمياه والصيد عبر إدارة مكافحة التغير المناخي بالتنسيق مع المركز الإقليمي للتعاون بلومه، وتستمر لمدة يومين
على التوالي. قدم يوم أمس الرئيس الوطني لحزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية خليل علي عثمان حديثا صحفيا أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة، موضحا الدوافع والأسباب لخروجهم من جبهة المعارضة فناك. نتابع. السعي الحثيث لهزيمة مرشح تشاد لرئاسة المفوضية الإقليمية للاتحاد الأفريقي العام المنصرم. ثلاثة، المحاولة الجادة لإفشال الطاولة المستديرة للمانحين الدوليين لإنقاذ تشاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة. أربعة، الاستهتار باللغة العربية وعلومها ومثقفيها. خمسة، عدم المشاركة في المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة بحجج واهية وأحقاد شخصية. وبناء على ذلك حدد حزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية رسالته ورؤيته وأهدافه واستراتيجياته، وعليه اتخذنا قرارات وطنية ومن ثم تأسيس جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير فنك. وأثناء المسيرة تبين لنا أن هناك مواقف للجبهة غير وطنية، منها على سبيل المثال للحصر عدم احترام قوانين الدولة، والدليل على ذلك عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية 2016 رغم إعلانها من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات واعتمادها من المجلس الدستوري. سياسيا أيضا، وبمناسبة مرور الذكرى الثامنة من تأسيس الحزب الجمهوري من أجل العدالة والمساواة، قدم رئيس الحزب عيسى بابا حسن حديثا بمقر الحزب ساردا الإنجازات التي حققها الحزب حتى الآن. وفي خلال الثمان سنة عندنا ورقة من الاكسترنال الانتيرير وبرقم 203، وده خلانا نخدمه في السياسة. وال بي جي هدر وخدم في وقت الانتخابات الرئاسية وانتخابات التشريعية، والحمد لله هسه حاليا عندنا ممثل في البرلمان. والشيء ده يعني نشوف يعني رئيس الجمهورية، أنت في يوم انتخبه أنت يعني قرار قال لازم اللي يكون تغيير، والتغيير ده بجي بشنو؟ بجي بالتشاهدين كلهم. وعشان ده سوينا الفوروم الناسيونال انكلوزيف ده، وفي وقت الفوروم ده أين زالنا شاركنا فوقه، وفي مشاركتنا ده شفنا نقط كثيرة، ولازم نخدمه فوقه. الشعب التشادي لازم يوافق فوقه ويخدم فوقه. قامت صباح اليوم النائبة الثانية لعمدة الدائرة الخامسة فاطمة أحمد بزيارة لرياض الأطفال بهدف تفقد أحوال الأطفال وظروفهم التربوية. تقرير آدم محمد شفتين. زيارة النائبة الثانية لعمدة بلدية الدائرة الخامسة فاطمة أحمد محمد تأتي في إطار تفقد أحوال الأطفال في تربية الأساس ورياض الأطفال، حيث بدأت زيارتها بروضة أطفال لا جوفاس. وفور وصولها استقبلت بأناشيد وطنية وألعاب الأطفال في الروضة والتي تضمنت محاور عدة، ومن ثم انتقلت إلى روضة الجيل الجديد. وخلال ذلك قدمت العمدة إرشادات ونصائح تنصب في العناية والرعاية والتربية الكاملة. ذاتك شفناك اللي ممدو ماشي زيادة مرات، وكونديسيون الأكل ذاته قالوا أكلكم ما بقالوا نادي من برا بيجيب لهم أكل داخل، هم سيادة وبيصور أكل وبنتولد إيال باكل. كما طلبت من أولياء أمور التلاميذ إلى ضرورة الوقوف مع المعلمين. لكن فيها شيء واضح أنه أولادي أمات الإيال ما أبات الإيال في أنترافير في التيلة ده اللي يسموه كلامي الصخير إنت سي ولدته وربيته، وده هم أطفال هم دول دابون دقاك صخيرك جبت في اللي كل ده قبل شيفة. هذا فإن هذه الزيارة التي قامت بها النائبة الثانية لعمدة بلدية الدائرة الخامسة فاطمة أحمد محمد ستشجع القائمين في رياض الأطفال وترفع من قدرهم والمضي قدما نحو تحقيق جيل واعد.
في إطار مساعيها الخيرية، قدمت مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى مساعدات للشرائح الضعيفة بإقليم البطحة، جرت المناسبة بحضور العديد من المسؤولين الإداريين بإقليم البطحة. تقرير محمد طاهر جبريل الحر. نزلاء المستشفى المركزي لمدينة أم حجر يستقبلون ممثلة مؤسسة القلب الكبير في البطحة سعاد إبراهيم، جاءت برفقة محافظ مقاطعة البطحة الشرقية السيدة جماد مقراس من أجل مؤازرة المرضى معنويا وماديا، وفي نفس الوقت تشجيع الممرضين الذين رغم الإضراب ما انفكوا يعتنون بالمرضى في مستشفى أم حجر، ومن أجل إسعاد المرضى في هذا اليوم والذي هو نهار العيد العالمي للمرأة قدمت لهم الممثلة مصاريف مالية متفاوتة. أشكر السيدة أم حجر بشجاعتها قدرت حافظت للدكاتره قاعدين بخدم المرضانين. قوة امتدحتها محافظ مقاطعة البطحة الشرقية جماد مقراس التي أوضحت أن جهودا بذلت من أجل إقناع بعض الممرضين لمزاولة عملهم كالمعتاد في ظل هذا الإضراب. ومن محد الصدفة فقد شهد الوفد إنجاب طفلة أطلق عليها ذوها اسم سعاد تيمنا بممثلة مؤسسة القلب الكبير في البطحة. كما قدمت مؤسسة القلب الكبير أدوات مدرسية لتلاميذ المدارس وكذا مساعدات غذائية لصالح سكان إقليم وادي فيرة، وذلك في سياق القافلة الطبية التي تقام بوادي فيرة. تقرير محمد حسن آدم. ضمن أنشطة مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الرامية إلى تقديم المساعدات والأعمال الإنسانية ومتابعة لسياسة الحكومة واستراتيجيتها الخاصة بتعزيز وترقية قطاع التربية والتعليم ونهضة المدرسة الجادية، فقد تم تقديم أدوات مدرسية لتلاميذ المدارس بمدينة بلتن حاضرة إقليم وادي فيرة، وذلك في إطار فعاليات القافلة الطبية والإغاثية، حيث بدأت المناسبة بكلمة ترحيبية لمندوب التربية الوطنية والشباب بإقليم وادي فيرة، وتلته عدة مداخلات منها كلمة مسؤول التربية والتعليم بمؤسسة القلب الكبير الدكتور أحمد توبوي، والذي أشار في حديثه إلى أهداف المؤسسة الخيرية والإنسانية. مؤسسة القلب الكبير هي مؤسسة خيرية ومهمة بمشاكل التعب العيال الأمهات المساكين الأرامل، ولحسب الإمكان كل ما حدث شيء رئيس المؤسسة للمؤسسة القلب الكبير هي بتندب ناس وبتجي لهم وبتمدكم وبتكون معاكم في كل وقت. كما تناول ناصية الحديث الأمين العام لإقليم وادي فيرة أثمان كلي الذي شكر باسم سكان الإقليم مؤسسة القلب الكبير على جهودها المتواصلة، مؤكدا في الوقت نفسه توزيع هذه المساعدات بالتوازي لمختلف المؤسسات التعليمية بالمنطقة. هذا وفي سياق متصل، فقد قدمت رئيسة البئسة السيدة شمس الهدى بكر كدادي مساعدات لصالح الشرائح الضعيفة من طبقات المجتمع بوادي فيرة، وتتمثل هذه المساعدات في 400 جوال من الغلال و200 جوال من الأرز، إلى جانب 60 من أدوات ومعدات الطاقة الشمسية، حيث تسلم هذه المساعدات الأمين العام للإقليم، ومن ثم سيتم توزيعها لمستحقيها بالمقاطعات العربة التابعة لإقليم وادي فيرة. للتذكير، فإن أدوات ومعدات الطاقة الشمسية ستوزع إلى القلاوي القرآنية بغية السماح للتلاميذ مذاكرة دروسهم وتلاوة القرآن في الفترة المسائية والليلية. نبقى بإقليم وادي فيرة، حيث ترأس الأمين العام لإقليم وادي فيرة افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير لصالح تجمعات النسائية في مجال تحويل المنتجات الزراعية. تقرير محمد حسن آدم للمرة الثانية.
بمبادرة من مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية العمل لأونابي، جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية لصالح النساء من مختلف الجمعيات والتجمعات النسائية بإقليم وادي فرا، وذلك بهدف تقوية كفاءاتهن في مجال تحويل المنتوجات الزراعية، بغية تعزيز أنشطتهن وتحسين ظروفهن المعيشية. بدأت المناسبة بكلمة مندوب وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، والذي أشاد بهذه الخطوة الإيجابية، مؤكدا بأن مثل هذه المبادرات توافق مع برامج الوزارة الرامية إلى تمكين المرأة واستقلاليتها اقتصاديا واجتماعيا. الأمين العام لإقليم وادي فرا عثمان كلي طلب من المشاركات الاستفادة من خبرات ومعارف المدربين وتطبيقها في أعمالهم المستقبلية. إذا نعتذر لسوء التقرير في هذا التقرير من حيث المصدر. بحسب الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين تشاد والسودان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتي تنص بالعودة الطوعية للاجئين السودانيين الذين يعيشون في تشاد، وصلت الدفعة الأولى إلى مدينة طينة السودانية، وكان في استقبالهم نائب ممثل المفوضية العليا للاجئين مكتب تشاد. تقرير عائشة أحمد دكي. إقليم وادي فرا الذي يحوي 5 مخيمات يعيش فيها قرابة 1 مليون من اللاجئين السودانيين، نظرا لمحاذاة الحدود السودانية التشادية. ومن هذا المنطلق فإن إنشاء القوة المشتركة السودانية التشادية جاء من أجل حاجة ملحة وضرورية لبث السلام والأمن والهدوء في كلا الطرفين، وخاصة بإقليم دارفور. هذا ما دعا إلى إبرام اتفاقية ثلاثية من الجانب التشادي والسوداني، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي فحواها العودة الطوعية للاجئين السودانيين الذين يعيشون في تشاد إلى موطنهم الأصلي، حيث غادرت أول دفعة مكونة من 50 لاجئا من مخيم إردمي بمنطقة إريبا، تحديدا مقاطعة كوبي، إلى مدينة طينة السودانية. الحمد لله أنا بشكو أكون شهدين نمر واحد، وبشكو من الأدوات العاملة معي ده لنا موسودين شديد إلي مكونة يعني ماشيين في بلادنا ده سليم يعني استرمنا لي أهلنا. أيوة برجينا ده كويس، آمن الله أن قادين هنا ده طاقمنا لي أهلنا بس. وفي أجواء احتفالية تم الترحيب باللاجئين السودانيين عند مدخل مدينة طينة السودانية. وقال الأمين الدائم للجنة محمد محمود أصيل أن حكومة جمهورية تشاد تبذل كل ما بوسعها حتى يتمكن جميع اللاجئين السودانيين من العودة إلى أوطانهم. معتمد مدينة طينة الصادق إبراهيم ممثل الحكومة السودانية رحب بالعائدين، ومشيدا بالسياسة الحكيمة للزعيمين إدريس ديبي إتنو وأمر حسن أحمد البشير اللذان صنعا السلام والعيش معا في منطقة دارفور. نحن نشكر حكومة تشاد التي استضافت هؤلاء اللاجئين لمدة 15 عام، لهم الشكر ولهم التقدير على هذا الاستضافة وعلى هذا الاستقبال، فقد عاشوا بين أحضانهم فترة طويلة من الزمن. نائب ممثل مفوضية شؤون اللاجئين مكتب تشاد إدوار عبر عن ارتياحه برؤية الدفعة الأولى من اللاجئين السودانيين العائدين إلى ديارهم، وللتذكير فإن عودة وتوطين هؤلاء اللاجئين إلى قراهم لا شك أنه سيعطي دفعة قوية وحس الآخرين بالعودة والرجوع إلى ديارهم ومزاولة نشاطاتهم الاجتماعية والاقتصادية. ثقافيا، نظمت جمعية شباب جيرا فعاليات أسبوعها الثقافي على مستوى إقليم جيرا مدينة منغلمة تحت شعار الثقافة والتربية من أجل بناء شباب موحد، حيث ترأس المناسبة ممثل وزير الثقافة الشباب المدير العام لوزارة الثقافة والشباب. تقرير حسن جد عمر.
في مثل هذا التاريخ من العام المنصرم احتضنت مدينة بيتكين فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي ذأبت بتنظيمه جمعية شباب قراء منذ العام 2013. أما نسخته الحالية فقد احتضنتها مدينة مانجلمي الواقعة على بعد 120 كيلومترا من مدينة مونغو حضرة الإقليم. ولإعطائه هذا الحدث الثقافي واجهة خاصة توافد أبناء قراء من كل المقاطعات للمشاركة فيه وإظهار الثقافة والإرث التاريخي الذي تتمتع به منطقة قراء. وقد اختير موضوع تقييم الثقافة والتربية من أجل بناء شباب موحد صالح ومستقل كشعار لهذه النسخة التي كانت حافلة بالأنشطة الثقافية والتوعوية إلى جانب الرياضية وغيرها عقب حفل انطلاقة أنشطة الأسبوع الذي ترأسه المدير العام لوزارة الشباب والرياضة نجو أبو. وانطلاقا من مبدأ أن المواقع الأثرية تختلف باختلاف طبيعتها والأزمنة التي تعود إليها، فقد سجل الوفد المشارك في الأسبوع زيارة سياحية إلى قرية غورمولو دونغوس الواقعة على بعد 12 كيلومترا شرق مانجلمي، وهي إحدى القرى التاريخية بإقليم غيرا، حيث كانت نقطة انطلاقة الثورة التشادية المطالبة بالحرية والديمقراطية على حسب شهود عيان. وفي ذات اليوم شهد مقر المحافظ مؤتمران نقاشيان، الأول أحياه نجو أبو المدير العام لوزارة الثقافة الشباب والرياضة بصحبة الأمين العام لمقاطعة مانجلمي أدمو أمارو. تناول فيه المؤتمران أهمية اللغة الأم بالإشارة هنا إلى لهجة المبي، نظرا لأن غالبية سكان المدينة ينتمون إلى هذه القبيلة. أما المؤتمر الثاني فقد سلط فيه المفتش التربوي بمقاطعة مانجلمي صالح عبد الله الضوء على مدينة مانجلمي من كل النواحي التاريخية الجغرافية وغيرها. أما اليوم ما قبل الأخير شهد أيضا محاضرة علمية نظمت من قبل اللجنة المنظمة للأسبوع، قسمت إلى محورين، الأول منها قدمه المستشار حسن سليم جاء تحت موضوع ريادة الأعمال، أما المحور الثاني فقد ألقاه الدكتور كودي محمد رئيس جامعة مونغو، تمحور حول الثقافة والتكامل والتعايش السلمي. نبقى بإقليم غيرا، حيث استلم رئيس جمعية شباب غيرا مساعدات الرياضية من قبل النائب البرلماني بالمقاطعة عيسى مردون. تابع تقرير زميل حسن جد أحمر للمرة الثانية. من أجل رصد جميع أنشطة إقليم غيرا في كيان إعلامي يسمح للجميع معرفة مستجدات المنطقة، ونظرا لأهمية الوسائل الإعلامية في نشر المعلومات، فقد قام أحد أبناء غيرا بإنشاء صحيفة إخبارية شهرية جاء إطلاقها تزامنا مع الانطلاقة الرسمية لأنشطة النسخة الخامسة للأسبوع الثقافي السياحي الذي نظمته جمعية شباب غيرا. أطلق عليها اسم ملكة غيرا، حيث حصلت على تصريحها من محكمة مونغو بتاريخ 2 يناير الماضي، وقد جاء عرضها في حفل حضرته العديد من الشخصيات المشاركة في الأسبوع. الجورنال ده سيبور كوفرير حسا كده علينا، المهم لنا ده ندور الجنس هنا غيرا القادة هيني وقاعد بكان آخر كله تلقى الجورنال ده وتقري عشان الناس حيين وقاعد بيعيشوا. الكريدو أنا الجورنال ده بقول أرلي دنو أزوتر، خلي الناس بعرفون علينا ياتو. وتشجيعا لإعطاء الجمعية فقد وعد رئيس مجلس إدارتها بإصدار عدد خاص بهذا الأسبوع الثقافي. ومواصلة لأنشطة الأسبوع فقد شهد المكتب الفرعي لجمعية شباب غيرا بالمحافظة حفل استلم فيه رئيس الجمعية عبد القادر عبد الرحمن كوكو معدات رياضية قدمت من قبل النائب البرلماني بالمقاطعة إيسا موردو، إلى جانب مبلغ مالي للجمعية ومعدات رياضية أخرى لفريق مانجلمي الحائز على البطولة الإقليمية في نسختها الماضية. نظمت مساء أمس الفيدرالية التشادية لكرة القدم بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا دورة تدريبية لصالح مدربي كرة القدم النسائية التشادية، وذلك بهدف تطوير الرياضة النسائية. تقرير زميل عباس بكر مصطفى. تدريب مدربو كرة القدم النسائية التشادية بات من الأمور الضرورية التي اتخذها الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا إلى جانب الفيدرالية التشادية، لذا جاءت هذه الدورة التدريبية الأولى لتأهيل مدربي كرة القدم النسائية التشادية بالتعاون مع الفيفا. الخبير لدى الفيدرالية الدولية لكرة القدم قال بأن تدريب المدربين لكرة القدم النسائية تعد الخطة الجديدة التي تبنتها الفيفا لترقية وتطوير كرة القدم النسائية التشادية. رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم أكد بأن الدورة لها أهمية بالغة. قيمناها في عالم ده جاي قريب لفوتبول هنا الرجال ذاتها بنات بارتو في الدول الآخرين يلعبوا هسا فيفا ذاتها كي يعني فوتبول فيمينين ده حتى يدينا فوق عشان
دول كله خلينا بنات يلعبوا فيه. شندا رسل لنا اكسبير على شفتو ده جينا نسوي افتتاح عشان عنده اسبوع يدرب هنا المدربين على الفوتبول فيمينا عشان يلعبوا حرة كتير كما كي فيها بنات يلعبوا كوره كويس وعشان ان شاء الله من ده قدام فيفا جاي يحرك كتير فوقهم. تأهيل مدربو كرة القدم النسائية التشادية لعله يرفع من مستوى المدربين وجعل كرة القدم النسائية في وضعية عالية بالقدر المطلوب. إذن بهذا التقرير الرياضي أكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة تنجمين. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.